السلام عليكم مرة أخرى. فالآن معنا كونكور ديال الانصاب ديال المعهد الوطني للعلوم والآثار اللي أعلن على النتائج ديالو لوائح، يعني لوائح رسمية غادي نعرضوها الآن. فهذا الكونكور غادي يكون نهار السبت 12 سبتمبر 2020 في 8 صباح بالرباط، وكيشمل المباراة على مواد تالية غتكون فيها الترجمة العربية للغة الفرنسية، وغتكون فيه اختبار في اللغة الإنجليزية أو في اللغة الإسبانية والألمانية، ثم اختبار نفسي تقني. إذا هادو الامتحان اللي غادي يكون فيه. اللوائح غادي نحاول نعرضها عليكم الآن. اللوائح هي كالآتي، إذا هنايا نحاول نكبر شي شوية، فغادي نخليها يعني في صندوق الوصف باش ممكن نطلعوا عليها. إذا هنايا الكونكور عندنا هادو هما اللوائح. إذا كانت عندنا 15 لائحة، هلا غادي نصغر شوية باش تبان. أنا باش نوريكم هنا كاين لادريس ديال الكونكور تاعنا. إذا هنايا غادي ناخدو هاد اللوائح اللي غادي نطلعو عليها، يعني كل واحد ياخد لائحة يطلع عليها. فكاين هنايا مكاينش هنا كاين هنا واحد الترتيب الفابي اللي هيساعدكم في البحث على الأسماء ديالكم. لأن هنا كاين لا لتر أ ثم لا لتر تي، لأن هادو هو الطريق اللي يعتمدو على ديال اللوائح كاملة. هنايا لاباج سيت إي ويت، لاباج نوف إي ديس، إي لاباج 11 12، كاين لاباج 13 14، وأخيرا لاباج 15. فوالا، إذن هادو هما اللوائح اللي كاينين هنايا، فغادي نخليهم باش طالعو عليهم باش اللي لقى الاسم ديالو. فهادي كتعتبر كونفوكاسيون دعوة للامتحان اللي غادي يكون نهار السبت 12 على الساعة 8 في العنوان الآتي عندكم. يعني ممكن اننا نكبرو باش يبان لي كونديدا على ديال لانستيتو اللي كاينه في علال الفاسي حي الرياض. على اذن هذا هو لادريس ديال المؤسسه. نتمنى حظ موفق للطلبه ديالنا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.